السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتعرف على طريقة من الطرق اللي أقدر أعمل بيها مالتي لينجوال آب باستخدام الباور أبس، وإن شاء الله دي هتكون أبسط وأسهل طريقة، مش هستخدم فيها هارد كودينج كتير. فتعالوا نبدأ، وليكن هنبدأ بتمبلت آب مثلا هنا البوك أروم آب. ده شكل الآب اللي موجود عندي بالإنجليش. انا عاوز اضيف اكتر من لغة بحيث ان اليوزر يقدر يعرض الاب باللغة اللي هو بيفضلها. طيب تعالوا انسيرت دروب داون ليست، احط فيها اللغات اللي انا محتاجة اترجم الاب لها. مثلا هنا هحط الانجليش، اختصار اللانجوج بتاع الانجليش الاي ان، العربي اي ار، الاسباني اي اس، الفرنساوي اف ار، الهندي اتش اي، وهكذا. تحط اللغات اللي انت محتاجها، بس لازم بالاختصار الصحيح لللانجوج عشان تقدر تتعرف عليها الباور ابس. تمام كده مليت الدروب داون ليست عندي باللانجوج اللي انا محتاج اترجم الاب لها. طيب انا محتاج دلوقتي اطبق الكلام ده على الفيلدز اللي موجوده عندي. نشوف الكونسبت هيكون ماشي ازاي. هاجي هنا مثلا على الباتون ده، انا عاوز في التكست بتاعه اجيب البروبرتي اللي هي تكست، بدل ما هو مكتوب book for an existing meeting كده، انا محتاج اقول له ترجم لي التكست اللي على البطن ده باللانجوج اللي اختارها في الدروب داون ليست. فهستخدم حاجة اسمها مايكروسوفت ترانسليتور له كونكشن. هاجي هنا على الداتا سورس بتاعتي واضيف الكونكشن له وادور عليه، هختار الكونكشن بتاع المايكروسوفت ترانسليتور. دلوقتي هينزله لي في الاب بتاعتي واقدر استخدمه في ترجمه النصوص اللي موجوده في الابلكيشن بتاعتي. هاجي هنا على البطن ده، بدل ما هو مكتوب كده book for an existing meeting، انا محتاجه اقول له ترجم لي النص ده بناء على الدروب داون ليست. فهستخدم زي ما قلنا مايكروسوفت ترانسليتور، اقول له مايكروسوفت ترانسليتور دوت ترانسليت، بياخد التكست بوكس اللي موجود عندي واللانجوج. اللانجوج ديت ايه اللي انا مختارها من الدروب داون ليست؟ اسمها دروب داون ليست 1.selected.value. كده بناء على التشويس اللي انا هختاره من الدروب داون ليست، زي ما انتم شايفين هيغير لي اللي موجود في التكست بوكس اوتوماتيكالي. طيب اسباني غيروا الاسباني، فرنساوي غيروا ترجموا الفرنساوي، هندي ترجموا لهندي بدون اي تدخل مني، بدون ما اكتب فايل واحط فيه كل الترجمات دي. طيب انا محتاجة استخدم القيمة اللي اختارها اليوزر دي عشان يابلايها على كل السكرينز اللي موجودة في الاب بتاعتي، لاني مش طبيعي مش منطقي ان الاب بتاعتي هتكون اي سكرين واحده. فانا محتاجه اعمل فاريبل، الفاريبل ده عشان يابلاي على كل السكرين عندي هعمله جلوبال فاريبل. الجلوبال فاريبل هاجي هنا على الاب في الاون ستارت بتاعتها، هقول له هاجي في الاخر هنا هعمل سيمي كولون وهقول له سيت، استخدم الفانكشن سيت عشان اسيت الجلوبال فاريبل سيت، وادي اسم للفاريبل وليكن لانج، اريفير ليه لللانجوج واقول له الديفولت بتاعه خليه ايه اي ان اللي هي الانجليش. كده عملت جلوبال فاريبل، بس مش هيسمع الا لازم لما اعمل الخطوه دي اجي على الثلاث نقط بتوع الديتيل دول واقول له ران اون ستارت. كده تمام هيسمع معايا في الاب واقدر استخدمه بالقيمه اللي هو موجوده فيه. هاجي هنا بقى على الدروب داون ليست دي في الاونيت تشينج بتاعتها، كل ما تتغير هعمل سيت للفاريبل اللي اسمه لانج بالقيمه اللي اختارها اليوزر في الدروب داون ليست، سيت اللانج بالدروب داون ليست دوت سيلكتد دوت الفاليو. كده خلاص بقى معايا في اول كل شاشه بقى معايا قيمه الفاريبل بتاع اللانجوج، وبقى معايا القيمه بتاعت ايه الدروب داون ليست. هاجي بقى عند البطن دوت في التكست بتاعه، بدل ما انا كنت مديها له دايركت ان هو ياخد من الدروب داون ليست، هقول له خد الفاريبل بتاعي اللي هو لانج. وبعدين هكرر كل الكلام ده على كل النصوص اللي موجوده في الاب بتاعتي. مثلا طيب تعالوا الاول بس نخلي ان الديفولت بتاع الدروب داون ليست بالانجلش، هكتب فيها اي ان في الديفولت فاليو بتاعتها. بعدين هطبق بقى كل الكلام ده على كل التكست بروبرتيز للكنترولز اللي موجودة عندي في الاب. هنا بدل الاور هقول له انه يعمل الترانسليت، هيترانسليتها باللانجوج بالفاريبل بناء على الفاريبل اللانج، وهكذا. هنا مثلا في الاف كونديشن ده هلاقي عندي تو تكست بوكس، قبل كل تكست عندي هقول له ترجم لي الكلام ده بناء على اللانجوج اللي موجودة في الفاريبل بتاعي.
وايس كريم عندي كده، انا خلاص ماسك في ايدي اللانجوج اللي اليوزر مختارها، هروح على الكنترول وهسيت التكست بوكس بتاعه بالترانسليتور، هيترجم لي التكست اللي موجود بناء على اللغه اللي موجوده في الفاريبل بتاعي اللي هو لانج. وهكذا تخلص كل الكنترولز بتاعتك. انا شايفه بصراحه ان دي اسهل طريقه ان اعمل بيها ترانسليت للاب بتاعتي، خصوصا لو انا هعمل ترانسليت للاب بتاعتي للغات كتيره جدا. كل اللي انا محتاجه ان انا بس احط الاختصار بتاع اللغه بتاعتي. تعالوا هنا نرن الاب، اخترنا هنا مثلا اللغه، اخترت اللغه العربيه ودخلت على اغير لي قدام السكرين، رحت دخلت على السكرين الثانيه غير لي الليبلز اللي انا مختارها ايه هي. اخترت مثلا اسباني، تحولت لاسباني. انا بجيت للبيج التانية، تمام، لقيته مغير لي الليبلز عندي للاسباني. كمان في طرق تانية كتير، في طريقة مايكروسوفت لسه منزلها من كام يوم للموضوع ده، ان انا اعمل كومبوننت على الاب. هي لسه في مرحلة البريفيو، يعني مش موجودة في كل الريجونز، هنلاقيها هنا قدامنا هي في الدوكيومنتيشن. بيعمل الكلام ده عن طريق الكومبوننت وبيستخدمها داخل الاب. وفي طريقة كمان ان انت تقدر تعمل فايل اللي هي الريسورس فايل بتاعك، تحط فيه الترجمة، اللغة اللي هتستخدمها، والكيز بتاعت الكنترولز اللي موجودة في الاب بتاعتك، والترجمات بقى تترجم لكل لغة، سواء بقى هتعمل الترجمة دي مانوالها او هتستخدم برضو ترانسليتور ان هو يترجم لك الحاجات دي. كل حاجة لها مميزات ولها عيوب.